ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. حسب النشرة الإخبارية ماغريب انتليجنس، قام الجنرال عبد الغني راشدي وهو رئيس المديرية العامة للأمن الداخلي في الجزائر بزيارة سرية لأبو ظبي، وقد كان أمله بحسب المصدر نفسه التحدث مع أعضاء من السلطات الإماراتية لإقناعهم بتعقب الجزائريين الأثرياء الذين يفرون إلى الإمارات العربية المتحدة. ونقلا عن عدة مصادر أمنية، ذكرت النشرة الإخبارية أن الجنرال الجزائري والذي كان في السابق الملحق العسكري الجزائري في أبوظبي لم تعيره السلطات الإماراتية أدنى اهتمام، وعاد لبلاده ليروي للرئيس تبون ما حدث. وللتذكير فإن المسؤولين الإماراتيين يرفضون بشدة ما يقوم به النظام الجزائري الحالي، وقد سبق وأن اتهمت الإمارات الرئيس الجزائري بالرغبة في نسف العديد من مصالحها في الجزائر والمنطقة المغاربية. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.